ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جداً. النهارده بقى قررنا ان احنا بناء على طلباتكم طبعا ان احنا هننزل نتفرج على جهاز العروسه والاجهزه والكلام ده كله، عشان احنا وعدناكم هنعمل حاجات الشقه وهنعمل الحاجات دي كلها، نصور لكم كل حاجه. وطبعا الفتره اللي جايه هتلاقوا فيها مفاجات كتيره جدا هتعجبكم ان شاء الله، وهنصور لكم كل حاجه بنعملها بناء على طلباتكم. وطبعا في فيديو هعمله كده بخصوص امل فيها مفاجاه كده للتوصيل بتاع الانستجرام ودرع المليون وصل، فلازم هيبقى في فيديو مفاجاه جدا 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 عندها. عايز بس اذكركم حاجه بسيطه، ان احنا لازم نوصل الفيديو ده 100,000 لايك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده كتير وسبسكرايب للقناه بتاعتي وفولو للبيج بتاعه الفيسبوك بتاعتها والبيج بتاعه الفيسبوك بتاعتي، علشان خلاص بقينا ننزل فيديوهات جديده على الفيسبوك بتاعنا وعايزين بقى ننشط ونفعل الدنيا كده هناك. طبعا هتلاقوا كل الكلام ده في الديسكربشن تحت، وعايزاكم تخشوا على الانستجرام دلوقتي تباركوا لي بقى ونفرح مع بعض من الاحتفاليه الكبيره قوي دي. وكمان انا وثقت اصلا على اليوتيوب، فانا عاوزه بقى مباركات من هنا للصبح. مبارك بقى الركان اللي قاعد ورا بقى مش عارف يتكلم خالص، جاب ال 100,000 على اليوتيوب اخيرا. مبروك يا ركان. فطبعا هنحتفل بيه كده بدرع ال 100,000، كنت اقول المليون ان شاء الله ربنا كده ان شاء الله يبقى من نصيبك يا ركان. فتره قليله جدا يا جماعه، خلال تقريبا 5 أو 6 فيديوهات جاب ال 100,000، فطبعا لازم نبارك له. ويلا بينا علشان نبدا الفيديو بتاعنا، يلا بينا. بنجهز دلوقتي عشان نشوف جهاز العروسه، نشوف كل الحاجات بقى عشان شقتنا، نتفرج عليها برده ونشوف الاسعار ونشوف كل حاجه. خلينا بقى مع بعض كده نطلع ونشوف وننبهر، وانا متاكده يلا كده. الله بص دول، ده ايه؟ لا مش حاجه خالص، شكلها كيوت قوي دي. وبدأت في الجهاز بتاعها بأسفل حاجة، ودي بلاك ليك، يعني أنا هجيب 2. بس أنا جميل أوي، شكلهم حلو جدا. عجبك حاجة تانية؟ حلو؟ حلو. اسم الدباديب بقى، يلا. بابا خش لي بقى في المطبخ، تعالى. لا تعالى، تعالى نقي الحاجات اللي هتقف فيها في المطبخ. نجيب إيه بقى؟ بص أعداد ليفل. أنا برجح إن إحنا نجيب الجيل. تعالى نشوف ده بقى الجيل ولا لا؟ يا ريت انا مش هجيب سكاكين، رايح اجيب حاجه، جابت حاجه تانية. اطلع هنا حاجه معايا. علمنا الحركات دي بقى امي وانا صغير. ما تدوروا معايا. انت معايا جو. انت معايا. ايه ده؟ بابا ده كله بايد بلاك، ما تدوروا معايا. في حمرا وفي سودا بقى. مفيش حمرا ولا واحده حمرا. حمرا ايه؟ لازم نحضر الكرتون عشان ناخد العرض. حبي نفسي قوي يا جماعه، مش لاقي ولا واحده فيها اصلا. عايز سفر. سفر فين؟ فين فين؟ عرفت منين؟ والله كلهم اسمع المصدر. خلاص سؤالك مفيش اسكت، انا هجيب الحمد لله. بصوا يا جماعه بفكر اجيب طعم التوابل ده، شكله حلو قوي وشيك. ده مش قوي صح؟ ده احلى. بس ده 12 قطعه، ده 16. اللي فوق ده 12 وده 16، مش مهم اللي فوق بقى، اللي فوق اشيك. شوف من جوه، هو ده من جوه ولا لا؟ ده ده. رايك يا حليم كده ولا اي حاجه؟ ايه رايك؟ بس بص يا جماعه انا جبتها اصلا. روح كده، روح كده، روح كده يا حليم، روح كده. ايه دي احنا جبناها؟ حاجه الركام هدية كده، عشان دي هدية ليك يا ركان. كمل 100,000 على القناة بتاعته. ألف مبروك. الله يخليك يا ركان. طعم الكوبايات من الشركة الألمانية لموجودة في الشراب. الله الله.
ربنا يخليك يا جدعان، ربنا يبارك لك. والله مع الجهاز ركاب مش عارف اقول لك ايه بصراحه. تسحق تكسرش بس اما تمشي. حاضر يلا. مبسوط؟ اه طبعا. يا نهار ابيض، صوتك بقى طول ما انا اخيرا انا كان بيختار حاجات عشان الجهاز عنده طبعا. جاب كنكه عشان القهوه يا جدعان، انا بعشق القهوه. تحفه جدا. كل الحاجات بتاعته غلبانه يعني. حط يا ابني، انا حط عندي مليانه طماطم. حط يا ابني، حط حط. طب بابا يا ولا انت حبيبي حاجاتي جهازي النونو. بس انا خايفه اقع، انا خايفه اقع يا جماعه. بس هجيب القمر. بصوا شكلهم حلو قوي بجد. بص دي شكلها حلو جدا يا جماعه. انا مهندس الديكور اللي عمل الحاجات دي كلها. واو. انصحكم بقول لك ايه، انتوا تعملوا ايه على السرير ولا تحت القبض؟ على السرير بهزر. اه دي نجيبها ليك. بص يا دوب ترى اجيب انهي شكل للمروحه. دي عجبتني شويه، شكلها كيوت. ودي برضو. بس انا بفكر اجيب ايه، شكلها حلو بس من تحت مش حلو. دي شكلها حلو جدا، فكرت اجيب دي. ايه رايك؟ بص دي رايك، قول بسرعه رايك. دي ايوه. بصي وانا عايز اقول لك معلومه بس، ان انت مش هتعرفي تشيلي اي اجهزه كهربائيه النهارده وخليها يوم تاني احسن لك. بس انا هجيب المروحه بره عني، ماليش دعوه. حلال عليك. اوكي انا جبتها. مبروك مبروك، جبت المروحه يا جماعه، الف مبروك. هي دي كام؟ حط اعلى حاجه. شبه تحول مول شوية. لا ما هو المول دي تكليف. حلوة جدا. هنخليك. ايه؟ هنخليك. والله عشان في تكييف حضرتك. حلو. سبعة واحد. معانا المرة دي لازم اختار، لان ذوقها كان وحش. انا هجيب البلاك. اختار البلاك خلاص. لان انا لما هفرش حاجة لازم اغلب الفرش بتاعي يبقى بلاك. ده بقى تكليف. شيل ايدك يا ايه رايكم الذوق يعني؟ حلوه جدا. احنا بنعمل ها؟ للاسف. اللبانه والناس هتعلق لي في الاخر على اللبانه. شيل اللبانه، شيل اللبانه. ايوه هي دي. ارمز. يا عم مش لازم. كان طبعا شبت وجايب واحده. حط هنا. ثانية. فكر اخد الاثنين اصلا مش هدي له حاجه. ممكن تحطها من يلا. قوي يعني. بس يا جماعه احنا الاجهزه والحاجات دي كلها طبعا مش هنجيبها دلوقتي، لازم نشوف بس الديكور بتاع الشقه الاول، بعد كده نجيب بقى كل الاجهزه وكل الحاجات دي كلها. احنا بنجيب بس حاجات خفيفه دلوقتي. عجبوني قوي الحاجات الجميله. بس يا جماعه انا لقيت اختراع حلو، خبطت على الشاشه مرتين. ايه ده؟ قلبي واو. دي مفروض تلاقي المشروبات صح؟ لا دي اللي كولدير. حلوه جدا ورخيصه جدا. رخيصه قوي. بكام بكام بكام؟ 50 يعتبر. يا امي 46000 جنيه. بس فرش الشقه بس سعرها فين؟ بس هي روح روح. سعرها ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ المخبأ ده ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ازاي كده واحد كاريها جوه؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ 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 ثانية واحدة معلش. اللي عنده تلاجة بقى على تلاجة تلاجة في المستقبل. لا بجد وهم. لا وهم. يونيون ايه يا جدعان؟ اللي دي؟ اوف. مساء الخير. تحفة. حط كل الحاجات بتاعتك. شوكولاتاتك بقى اللي أنت بتحبيها بقى كلها هنا. يا نهار أبيض يعملوا إيه؟ وكل الدرينكس بقى هنا. الله. دي تيجي يا حليم والله. أنا مش هروح. أنا كده يا عم خبطي يا عم خبطي. مش هروح. مين؟ إيه. عامل أكل إيه النهاردة؟ مكان تعالى استنى. ده فندق ده فندق 30 شهر. بس لو جبت دي مش هتحتاج الكولدير دي برضه مش لا يا لا لا 2000 جنيه كتير قوي يا حليم قوي على الثلاجه يعني فرفرت يعني جماعه ايه ده؟ ماشي دي ممكن دي ماشي اهي ايوه دي معقوله دي معقوله لا دي معقوله دي ما فيهاش خط.
طب دي حلوه. بقول لك يعني من جوه كبيره قوي. ماشي دي حلوه ب 20000 جنيه. كبيره جدا. فاضرب من تحت اللي جه عامله نظام احتياطي واسع قوي. طب بقول لك ايه؟ يا عم اوريك نظام غير اللي احنا عملناه. رحت الفيديو لحد هنا. انا ختمت تاني يوم عشان انا كنت تعبانه جدا وخلصنا امبارح 2 بالليل من كتر ما احنا عمالين بنمشي ونلف ونلف ونلف. فان شاء الله نجيلكم فيديوهات تانية كتيرة, واي حاجة هنجيبها جديدة او اي حاجة هنتفرج عليها هنعمل لكم ان شاء الله فيديوهات كتيرة قوي. بس كده بحبكم جدا جدا جدا.